إجازة الرابع من يوليو كانت حلوة وانبسطت فيها كثير، كنت محتاج هيك راحة. رحت على مسبح قريب كان العدد قليل، وآخر شيء ختمت يومي بريب آي ستيك. وهلأ نطلع عليكم بشوية أخبار. أنا اسمي إيهاب، هاي اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. عدد كبير من الجامعات راح يفتح الفصل الجاي، والطلاب ما لهم لا حول ولا قوة، ما بيقدروا يحكوا آه أو لا، ومطلوب منهم يروحوا على الجامعة إذا فتحت. لكن كثير من بروفيسورات ودكاترة الجامعة رافضين إنهم يرجعوا الجامعة نهائياً قبل ما يلاقوا لقاح. أما بتكلم عن واحد ولا اثنين، بتكلم عن آلاف من الدكاترة. بعضهم بيحكوا ما راح يحطوا رجلهم الله يعزكم في الجامعة إلا لما يلاقوا لقاح. وفي دكتور بيحكي إنه الروح على قاعة الدراسة حالياً عبارة عن راشن روليت، يعني كأنه واحد بعرض حاله للموت، ما بتعرف إيش ممكن يصير. وبصراحة أنا بشوف معاهم حق 100%. سببين: أول شيء هم كبار في العمر، يعني أنت بتتكلم عن ناس يمكن عمرهم 70 سنة وأكثر من 65، بضلهم يدرسوا بضلهم يشتغلوا في الجامعة ويعملوا أبحاثهم، فهم بيكونوا في فئة الناس الخطرة اللي ممكن يتأثروا وينصابوا وينضروا من هذا الفيروس. والشغلة الثانية قيمتهم العلمية، يعني أنت ما بدك دكتور طول عمره بيعمل أبحاث وبدرس آخر شيء يموت عشان خاطر الفيروس، لا، يعيش ويضلوا بعيد يحموه، إذا بيقدر يدرس من بعيد يدرس. لكن كثير من البروفيسورات ما بدهم يرجعوا الجامعة إلا إذا كان في حل، والحل هو اللقاح. هلأ بخصوص حالات الكورونا فيروس، الحمد لله الحالات قلت، ما بحكي إنها قلت يعني صرنا نتكلم عن 10 و20 و30، لا، كنا متعودين على 50,000 حالة في اليوم، لكن الرابع من يوليو مبارح طلع فيها 45,000 حالة، فنزلنا بس 5,000 حالة، لكن ما زلنا فوق 40. عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، ممثل للحزب الجمهوري، اسمه أندي بيكس، بيحكي إنه المفروض ترامب يلغي التاسك فورس، اللجنة المعمولة للكورونا فيروس في البيت الأبيض. السبب بيحكي إنه أنثوني فاوتشي وديبرا بيركس قللوا من كلام الرئيس والكلام اللي حكاه بخصوص الكورونا فيروس. بيحكي إنه الرئيس بيحكي كلام وفاوتشي وبيركس بيطلعوا وبيحكوا كلام بيناقضوا وبنشروا الهلع بين الناس. كلنا بنتذكر لما أنثوني فاوتشي حكى إنه حالات الكورونا فيروس إذا استمرينا على الوضع اللي إحنا فيه هلأ في أمريكا ممكن توصل 100,000 حالة في اليوم إيزي، فلازم نلاقي شيء ونلاقيه بسرعة عشان نغير الأمور للأحسن. فأندي بيكس بيشوف إنه لازم يفنشوا فاوتشي ويفنشوا بيركس. أنا هذه الشغلة نفسي متابعيني يشرحوا لي إياها، ليش الجمهوريين دائما بيتكلموا في أي شيء ضد العلم وضد المعلومات؟ بدهم أهم شيء يمشوا كلمة الرئيس حتى لو كانت غلط، ومعظم كلامه أصلا غلط وأكاذيب، لكن عندهم هم أهمية لكلمة الرئيس فوق صحة الناس وفوق العلم. مين هلأ مهم بالنسبة للكورونا فيروس؟ أنثوني فاوتشي ولا دونالد ترامب؟ أصلا دونالد ترامب هلأ بطل يتكلم أصلا عن كورونا فيروس، صار أهم نقطة هلأ في كلامه كيف يحمي التماثيل والكلام الفاضي، لكن ما جاب سيرة الكورونا فيروس نهائيا. اللي بتذكر فيكم البريفينج اللي كانت تصير زمان كان يحكي إنه إحنا في حرب وراح نفوز في هذه الحرب. بصراحة لهلأ أنا مش شايف كيف فاز لهلأ. إذا فاز اشرحوا لي كيف فاز، بحب أتعلم. هلأ بدي أجاوب على سؤال إجاني كتير وكلكم تسألوا فيه، و95% من متابعيني بتكلموا عنه. سكاي، كم تكلفة سكاي؟ من وين جبت سكاي؟ تنصح أجيب سكاي؟ بدي أشتري سكاي؟ هلأ نجاوب على هذا الموضوع، موضوع حيكون شوي طويل، فاللي حابب يخلص الفيديو هون بخصوص الكورونا فيروس أنا خلصت. هلأ حتكلم عن الحجة اللي وراي، في وراي بس متخبية. أول شيء الببغاء اسمه بلو أند جولد ماكاو، لكن أنا حسميه في كلامي هلأ سكاي، لأنه إحنا بنعرف سكاي، ما راح أضلني أحكي بلو أند جولد ماكاو. أنا حجاوب على الأسئلة اللي سألتوني إياها لكن بطريقة شوي مختلفة. أول شيء حتكلم عنه هو ليش أنا جبت سكاي، ليش جبت ببغاء. أول شيء الطيور معروف إنها أنظف من الحيوانات الثانية، الله يعزكم، يعني في كلاب مثلا بيغيروا شعرهم مرتين في السنة، تقعد تنظف وحيكون منتشر في البيت وحيلزق في الأواعي وحيلزق في العفش وحيلزق في كل مكان، فالأفضل تجيب حيوان الله يعزكم ما له شعر. ونفس الكلام بنطبق على البسس، فالمشكلة حتكون في التنين. لكن الببغاوات بيطلعوا إشي زي الرذاذ الأبيض بنتشر، وأحيانا زي ريش خفيف كتير لما ينظفوا حالهم، هذا تنظيفه كتير سهل. أنا عن نفسي جبت الفاكيوم كلينر، هاي بتضلها تلف لحالها الروبوت، كتير سهلة وبتمسك كل شيء وبتنظف كل الريش وبتنظف كل هذا الرذاذ. اللي بسويه إني بشغلها بالليل قبل ما نام وبصحى الصبح بلاقيها منظفة كل شيء. فنصيحة اللي ما عنده متليك فاكيوم كلينر، نصيحة اشتروا واحدة. يعني أنا اللي اشتريتها يمكن كلفتني $100، لكن أنا حاسس حالي باخذ منها ما قيمته $500.
كثير رخيصه وكثير مفيده. غيرت الموضوع بس عشان كان الموضوع له علاقه بتنظيف سكاي. ذكاء سكاي انا بعتبره الله يعزكم ذكاء الكلاب، لكن الفرق انه سكاي لها ريش، يعني هي عباره عن كلب بريش. هلا بخصوص كم سعر سكاي، انا اشتريت ببغاوين في حياتي. اول ببغاء اشتريته انا كنت عايش برا المدينه في تاون صغيره، كنت تقريبا منعزل بظروف الشغل، فاشتريت ببغاء كلفني 2500 دولار، لكن اضطريت اني ابيعه لصاحبي. السبب انها الببغاء اللي اشتريتها تعلقت كتير فيه وشافت انه هو الالفا وهو صديقها وهو رقم واحد في حياتها، انا كنت يمكن رقم اثنين، وحتى كانت تتوتر لما تضلها معي في الويكند، يعني ما بدها تشوفني، بدها تشوف صاحبي. فاضطريت عشان ما بدي اياها تتوتر وتصير تخلع في ريشها الاصفر اللي قدام، لانه هذا الريش لو طلع وراح ما راح يرجع، وهم لما يكونوا متوترين وعندهم ضغط نفسي بقعدوا ينتفوا فيه. فحفاظا عليها وعلى منظرها عشان ما تتاثر بعتها لصاحبي تقريبا ولا شيء، يعني سعر كتير رخيص، بس انه خدها واعتني فيها لانه حرام تعلقت فيك. والحمد لله اخذها يعني، ومرته بتحب الحيوانات بشكل عام فهي عايشه عنده. لكن انا بعد ما رجعت على المدينه واستقريت في اواتوكي في فينيكس اريزونا، فاشتريت سكاي. كلفتني تقريبا كشراء هي نفسها لحالها 2500 دولار، لكن في شغلات كتير بتشتري معها، القفص والغصن اللي بتقف عليه والشغلات التنظيف تاعتها والهارنس وسشوار شعر عشان تنشفها لما تحممها وشامبو الشعر والاكل والالعاب، مش قادر اتذكر بس كلفتني كتير، يعني انا بتوقع كلفتني فوق ال 4500 ايزي. فالمهم جبت سكاي صغيره في العمر، تقريبا كانت مواليد شهر 8 2017، يعني عيد ميلادها الشهر الجاي. فكنت انا وياها لحالنا في البيت، فعرفت انه انا صديقها الوحيد وانا رقم واحد في حياتها وانا الالفا. ومن المرات الحلوه مع سكاي، مره اجت عندي وصارت الله يعزكم تنتق وترجع الاكل، فانا استغربت انه ليش بتسوي زي هيك، يعني انا خفت تكون مريضه او في اشي، فدخلت على النت اشيك، فطلع الموضوع انه هم في الطبيعه لما يشاركوا الاكل مع بعض في جماعتهم بتلاقيها بتصير تنتق، ترجع الاكل عشان غيرها ياكل، وهيك بتشارك الاكل مع غيرها كانها عملت عزومه. فانا طبعا ما راح اكل الاكل اللي طلع من معدتها فكبيته يعني، بس هي مشكوره جدا انها حبت تشارك الاكل تاعها معي. وحتى لما احنا ناكل البشر لو حطيت لها من نفس الاكل اللي انا باكله ما بترضى تاكل منه، لكن تاكل من صحني، يعني بتيجي عند صحني وبصير تاكل منه عادي. هلا الببغاوات بيعرفوا قوه منقارهم، بيعرفوا انه هذا الشيء اللي قدام وجهها اللي تو عض اصبعي ممكن يكسر صخور، يعني لما تدخل على اليوتيوب وتشوفوا مثلا طيور مكا موجودين في الامازون حاليا تلاقيهم قاعدين يكسروا صخور. وهم كمان لما يلعبوا مع بعض في الطبيعه بيعرفوا مقدار قوتهم، فما راح يعضوا بعض ياذوا بعض، فبيعرفوا قد ايه يحطوا بريشر وضغط في العضه. فعندهم كذا نوع، يعني في عندهم مثلا عضه لعب، عضه تكسير، عضه زعل، كذا نوع من انواع العض. وغير هيك هي بتشوف منقارها كرجل ثالثه، يعني لو بتيجي تطلع على غصن مثلا اول شيء حتبدا فيه حتحط منقارها عليه وتتاكد انه ممكن يتحمل وزنها وبعد هيك تطلع عليه. وهذا الشيء بخوف كثير ناس، لما تبدا سكاي تقرب منهم وتحط اول شيء منقارها عليهم بخافوا انهم بفكر مثلا بدها تعضهم ولا شيء، لكن هي فعليا بس تتاكد انه كتفهم رح يتحملها. هلا من وين اشتريتها؟ انا اشتريت سكاي من محل موجود في نيويورك، محل اونلاين. طبعا في كثير نصابين اونلاين كثير، لو تدخل على كريجز ليست حتلاقوا الليسته ما بتخلص، واي شخص بطلب منكم انكم تحولوا الفلوس عن طريق والمارت هذا نصب، اذا ما بياخذ منكم كريدت كارد معناته نصاب 100%. الطريقه عشان تشتروا تكتبوا اكزوتيك بيردز نير مي، وبتشوفوا محل طيور قريب منكم، ممكن تروحوا تشوفوا الطير عشان تتاكدوا شو حتشتروا، او ممكن تلاقوا موقع على النت وتتصلوا عليهم وتتاكدوا انهم شركه رسميه ولهم مثلا ريفيوز كتير وكل شيء تمام وتسالوا عنهم بعديها تشتروا من عندهم مثلا، لو انتم هيك حابين تسووا زي ما انا سويت. هلا بخصوص ثمن سكاي كمان كلفتني 2500 دولار. شو اللي بيحدد سعر الطير؟ العمر والجنس. كل ما كان الطير صغير كل ما بيكون سعره اغلى، لانه بتدرب وبتعود على شخص معين، فاسهل على الطير الاصغر في العمر. الانثى اغلى من الذكر ب 500 دولار، يعني لو بدي اشتري سكاي ذكر كان كلفتني يمكن 2000 دولار، لكن الانثى افضل لو واحد حابب يستثمر في المستقبل. كيف واحد بيستثمر؟ هلا سكاي صغيره في العمر، يعني تقريبا 3 سنين، كمان 4 سنين تقريبا بتصير ناضجه وبتقدر تعمل بيض، وتقريبا الطيور بتعمل 3 بيضات في السنتين، يعني بيضه او 2 او 2 و1 زي هيك.
والطير الواحد الصغير بنباع ب $1,500، لما يكبر تقريبا قبل السنة بتبيعه ب $2,000، بس $1,500 على الطير الصغير، يعني انت هتتكلم على $4,500 في السنتين. فنظرتك ممكن تكون هذا الموضوع كمشروع. وبالكلام عن الاستثمار، في طير مكا رائع اسمه هاي سنت مكا، طير مكا اكبر حجم، لونه ازرق رائع، في منه موجود في البيوت اكثر من الموجودين في الطبيعة. يمكن في الطبيعة في 5000 طير، لكن في البيوت في كتير، وهذا بحفظهم، وهذا طبعا بفضل الله وفضل البشر انهم محافظين على هذا النوع. تكلفة هذا الطير $15,000، يعني لو بدك تشتري اثنين عشان تعملهم مشروع بكلفك $30,000، لكن حيجيب لك مثلا 3 طيور كل سنتين بتبيعهم كل بساطة $15,000 الطير الصغير، يعني انت بتتكلم عن $45,000 بيجوك كعائد كل سنتين من طير عندك في البيت متى بتحبه. كيف تعرف الذكر من الأنثى؟ إذا الطير نزل بيض أنثى معروف، لكن في ناس كانوا يفكروا أن الطير اللي عندهم في البيت ذكر وفجأة صار ينزل بيض فطلعت أنثى. لكن إذا بدكم تعرفوا ذكر أو أنثى من شكلها أو إشي في جسمها ما راح تعرفوا، ما في أي طريقة ممكن واحد يعرف الببغاء ذكر ولا أنثى إلا بطريقة واحدة، إنكم تأخذوه على مختبر ويأخذوا منها عينة ويعملوا فحص DNA. هاي الطريقة الوحيدة عشان تعرفوا ذكر ولا أنثى. أنا اللي بعني سكاي حكى لي إنها أنثى، فأنا واثق فيه، وإن شاء الله بنشوف يعني كمان 4 سنين إذا بتنزل بيض ولا لا. هلأ شو مساوئ الببغاوات؟ أكبر مساوئهم هو صوتهم العالي، لما يصرخوا صوتهم عالي جدا جدا جدا. فأنا ما بعتقد إنه في بعض الشقق السكنية هون في أمريكا بيسمحوا للي ساكن فيها يكون عندهم طائر زي هيك، لأنه لما تصرخ الواحد بيصير يرجف. فعشان عندي سكاي قررت اني استقر في بيت، فاول ما جيت على فينيكس تأجرت بيت، وبعديها الحمد لله اشتريت بيت، وهلا بفكر احط شبك عندي في الباك يارد عشان مثلا في المستقبل اخليها تلعب في الباك يارد وما يجيها مثلا طير مفترس او هي تطير او شيء. ففي المستقبل ان شاء الله راح اشوف لها طريقه. هلا شو مشاكل سكاي كمان؟ مشاكلها انها لما تاكل بترمي اكلها في كل مكان، هذا الشيء طبيعي لهم وشيء كتير مفيد للبيئة والمكان اللي كانوا عايشين فيه في الغابات، بنشروا بذور بيساعد أشجار تانية تطلع وشغلة زي هيك تمام، بس هذا الشيء أنا مش حابب يكون في بيتي. فإذا كان عندكم طير زيها بدكم بتحطوها في مكان تقدروا تعملوا كنترول على الله يعزكم الإشي اللي بينزل على الأرض وتلموه، أو تستخدموا الفاكيوم زي ما حكيت لكم. أنا حاليا مثلا حطيتها في الكراج عندي في البيت، فتح لها الباب وبدخل لها هواء ومروحة، قادر أسيطر على مكان أوساخ الأكل، لكن الريش والشغلات هاي بستخدم الفاكيوم. هلا بخصوص الاكل، الاكل شو بتسوي اسكا؟ تنظفني. الله يسعدك. ايوه الله يسعدها الشاطره. هيك هي بتعبر لي عن حبها ليلي. تمام، شكرا كثير اسكاي، بارك الله فيك. هلا بخصوص الاكل، انا بشتري الاكل تاعها من امازون، الكيس تقريبا بكفيها شهر اشي زي هيك. بعدين الاكل هذا مش هو الاساسي، انا بطعميها شغلات تانية. شكرا حبيبتي، شكرا، الله يسعدك. لكن انا بحب اطعميها تفاح، عنب، اناناس، برتقال. لكن في سكاي عندها اكله لما تشوفها تنسى كل اشي في الدنيا، بتصير بس بدها تاكلها، لا بدها تكون معي ولا بدها تقرب مني، بس بدها تاكل هاي الاكله. فسؤالي للمتابعين، شو تتوقعوا اكثر اكله سكاي بتحبها؟ بتمنى انه اهلي ما يجاوبوا لانهم بيعرفوا الجواب، بدي المتابعين. لكن شو الاكلات اللي ما بتاكلها سكاي؟ شوكولاته، اي شيء من مشتقات الحليب، اجبان والشغلات هاي والايس كريم، اي شيء مالح، واهم شيء اهم شيء ما تطعموها افوكادو، يعتبر كانه السم للطيور الببغاوات، لانها لو اكلته ممكن تموت في ارضها. يعني هل انا بنصح ان الواحد يربي ببغاء؟ عشان نجاوب على هذا السؤال بتمنى منكم تجاوبوا انتوا على هاي الاسئله. هل انتم مستعدين يكون عندكم التزام لحيوان راح يعيش تقريبا 80 سنه؟ يعني انتم حتربوه، بعدها ابنائكم، بعدها احفادكم. هل انتم بتقدروا توفروا له الاكل والمكان اللي يعيشوا فيه من غير ما يكون عليهم ضغط نفسي؟ هل تقدروا تتحملوا صوتهم وصراخهم؟ اذا جاوبتم على اي سؤال من هاي الاسئله بلا، فما بتقدروا تربوا ببغاء. هل ممكن تلاقوا طير ارخص من $2,500؟ الجواب نعم، بتلاقوا. اذا بتعملوا سيرش على بيرد ريسكيو هتلاقوا في اماكن حواليكم بيحطوا طيور زي هيك للتبني، هتدفعوا فيه معينه ممكن $900 $850 شيء زي هيك، لكن حتاخذوا ببغاء حيكون مثلا كبير في العمر، ريشه متنتف، كان مارر في ازمه نفسيه، وما بتعرفوا اذا حيكون مثلا من هواة العض، بحب يعض على طول. فكل شيء بتاخذوه له سعر، بتاخذوا ببغاء صغير غلبته اقل بتكون، بتربوه بتعودوه على اشياء بدكم اياها، تكون الحياة سهلة معه. لما تاخذوا ببغاء كبير
انتم حتمشوا على هواء. هلا السؤال الاخير، هل انا ندمان اني جبت سكاي؟ الجواب نعم، انا ندمان. ندمي اني ما جبت سكاي من زمان كتير، فالحمد لله الله هداني وجبتها قبل تقريبا 3 سنين. ما تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تنشروا بين اصحابكم، واذا عندكم اسئله ثانيه بخصوص سكاي ممكن نعمل فيديو ثاني في المستقبل نتكلم عنها ان شاء الله. بنشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي للجميع، سلام. كملي تنظيفك، كملي.